يا ترى بنك الاحتياطي الفيدرالي هيعمل ايه في اجتماعاته الباقية في 2023؟ وايه مصير اسعار الفايدة وسط مخاوف الركود الاقتصادي؟ وهل هينجح الفيدرالي في الوصول لمعدلات التضخم المستهدفة؟ بانكير نبض البنوك. رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في اتلانتا رافائيل بوستيك خرج في الساعات الأخيرة وأدلى بتصريحات مهمة حذر فيها من الاستمرار في رفع أسعار الفايدة على العملة الأمريكية، وحث في تصريحاته مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على توخي الحذر وعدم المبالغة في السياسة النقدية التشددية مع وجود علامات على تباطؤ التضخم. في نفس الوقت أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إن البيانات الأخيرة بتمنح الأمل في إن التضخم ممكن يتراجع دون ركود صعب في الاقتصاد، وقال إن الفيدرالي مستني يشوف مزيد من التطور في أرقام البطالة وسوق العمل قبل ما يتوقف عن رفع أسعار الفايدة. وكشف تقرير صدر يوم الجمعة اللي فاتت أن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، واللي ارتفع بنسبة 3% عن العام الماضي في يونيو، وسجل مقياس التضخم أصغر زيادة في أكتر من سنتين في الوقت اللي ارتفعت فيه الأسعار الأساسية اللي بتستثني الغذاء والطاقة بنسبة 4.1%، وهي أيضاً الأقل من 2021 لحد دلوقتي. وأظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل أن فرص العمل في الولايات المتحدة تراجعت في يونيو لأدنى مستوى من إبريل 2021، وانخفض المعدل اللي بيقيس عدد العمال اللي تركوا وظائفهم طوعية كحصة من إجمالي التوظيف لـ 2.4%، وهو أدنى مستوى من فبراير 2021. والأول مرة من مارس 2022 أبطأ المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي من وتيرة زيادات أسعار الفايدة بعد إجراءات صارمة لترويض معدل التضخم السنوي، واللي وصل لأعلى مستوى ليه في 40 سنة السنة اللي فاتت، لكنهم أعلنوا الزيادة بمقدار 25 نقطة في اجتماعهم في يوليو. يا ترى إيه اللي هيحصل الأيام اللي جاية؟ ده اللي هنتابعه معاكم لحظة بلحظة. أنا أشرقت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.